وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على موجات راديو ماد. كالعادة موجة صيف متابعة معاكم ونواصلة آخر المستجدات في تغطية على بطبيعة فيما يتعلق بالكورونا في تونس، وخاصة فيما يتعلق بطبيعة بالوضع الوبائي والتجاوزات فيما يتعلق بالحجر الصحي. هذا اللي دفع مؤخرا إلى إصدار قانون جديد وهو فرضية وإجبارية ارتداء الكمامة. والبارح كنا سمعنا وزير الصحة بالنيابة أحكي على العقوبات اللي يمكن تسليطها على كل المتجاوزين، كل ما يرتديش الكمامة نجم توصل إلى السجن. هاو باش نزيدو نحكيو أكثر في التفصيل ولا في قانونيا في الموضوع هذايا، وزاد كيف كيف نحكيو شويه على الحجر الصحي. وحنا كنا في المده اللي فاتت قدمنا في راديو ماد لهنا الى وزاره العدل مطلب لتمكيننا من عدد المحاضر والقضايا الموجوده امام المحاكم في مختلف ولايات الجمهوريه فيما يتعلق بالتجاوزات اللي شملت الحجر الصحي الشامل وقتها وفيما يتعلق بحظر الجولان وغيره. باش نعطيكم الارقام اللي مدتنا بهم وزارة العدل وهي حصريا لراديو ماد، لكن قبلها خلينا نزيد نرحب قبل كل شيء بسي فريد بنجحام مساعد وكيل الجمهورية وناطق رسمي باسم محاكم المنستير والمهدية. مرحبا بك سي فريد. صباح النور، مرحبا بك وكيف مستمعي راديو ماد. الحقيقة باش ندخل معكم صيفتي كقاضي ودكتور في القانون مش كناطق رسمي باسم المحاكم، لأن ديجا كاسكيت أخرى هذه ما عندها حتى علاقة. هو خاطر اليوم في قالب استشارة قانونية عندك الحق. مرحبا بك. ولكن قبل من ننطلق في الحديث على الموضوع هذايا خليني فقط سي فريد نعطي الأرقام اللي أعطتهم لنا وزارة العدل، وهما كما قلنا هما أرقام حصرية لراديو ماد. فيما يتعلق بالحجر الصحي عنا عدد المحاضر 1438 محضر. بالنسبة للمتهمين بحالة إيقاف فما 712 متهم، اللي بحالة سراح 968 متهم. بالنسبة لعدد المحاضر في حظر الجولان ومخالفات حظر الجولان وصلت إلى 2552 محضر. عدد المتهمين في المحاضر هذوما اللي بحالة إيقاف هما 1493 موقوف، وبحالة سراح 1636 شخص. بالنسبة للمخالفات الاقتصادية عن عدد المحاضر 149 محضر. عدد المتهمين بحالة إيقاف 74 شخص، واللي بحالة سراح 90 شخص. بالنسبة للقضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة والطفل عدد المحاضر 124 محضر. عدد المتهمين في حالة إيقاف 52 شخص، وفي حالة سراح 86 شخص. المجموع بالنسبة لعدد المحاضر وصلوا إلى 4263 محضر. بالنسبة لعدد المتهمين إجمالا اللي في حالة إيقاف 2331 موقوف، واللي بحالة سراح 2780 شخص. والأعداد الجملي لعدد المتهمين فيما يتعلق بالمخالفات هذه التابعة الحجر الصحي وصلوا إلى 5111 موقوف. دونك الأرقام هذه ما هي شوية أرقام كبيرة، تعنينا أنه مش الناس الكل، وأنه عدد كبير من التوانسة ما احترموش الحجر الصحي وصارت المخالفات في المجال هذايا. وإن شاء الله نتمنوا أنه زاد المخالفات في ما يتعلق بارتداء الكمامة ما توصلش للأرقام هذه. هات نزيد ونحكيه معاك سي فريد بخصوص الارتداء الكمامة والقانون هذا اللي اصدر مؤخرا في الرائد الرسمي. ماذا يقول؟ احنا البارح سمعنا قلنا بين خطية مالية وتوصل حتى للسجن. خلينا نفهم ساعة شنو ما الفضاءات المعنيين ولا الإجبارية على المواطن يرتدي فيهم الكمامات، وقتاش تكون خطية وقتاش نجم توصل إلى السجن. سي فريد نشكرك على الاستضافة. دونك القرار الضر متاع إجبارية ارتداء الكمامة كنت تاني اليوم الموالي كنت حكيت مع أحد زملائك في إذاعة خاصة، ومن بعد تفاجأت أنه حتى كي طلع الكومينيكين تاع وزارة الصحة ما كانت فيه بعض المعطيات الغير دقيقة باش نقولش غير صحة بخصوص الخطايا. دونك في الواقع أنه هذا يندرج إطار مرسوم 17 أبريل 2020. المرسوم هذا تعرفوا تم إصداره للتوقي من انتشار فيروس كورونا، وجي في الفصل 3 منه قرر ونجم وزير الصحة باقتراح من المجلس العلمي أنه يتخذ
جميع القرارات للتوقي من انتشار الفيروس إيكومبري العزل التقائي في المنازل على الحجر الإجباري. ويدخل في هذا الإطار ما يصدر في الرائد الرسمي مؤخرا من إجبارية ارتداء الكمامة في الأماكن العمومية المفتوحة والمغلقة في المساجد في معناها عديد الفضلات والمؤسسات العمومية خوفا من انتشار الفيروس ومن انتقال العدوى. لو كان العقوبات في الواقع هي جملة من العقوبات كانت تعرض لها المرسوم وذكرها حتى القرار اللي ظهر في الرائد الرسمي اللي ظهر في الرائد الرسمي مؤخرا أشار بطبيعته الإجبارية قرار الإجبارية ارتداء الكمامة أشار إلى مرسوم 17 أبريل 2020 وأشار إلى الفصلين 312 و315 من المجلة الجزائية. هات نزيد نبسط المستمعين نبدأ بالفصلين المذكورين. هذا بالفصل 315 يقول كل من يخالف القرارات المتخذة من سلطة إدارية أو قضائية أنه هذه تعتبر مخالفة يعاقب بالسجن ينجم توصل حتى 15 يوم سجن والمخالفة ما تفوتش 60 دينار اختية. هذا بالنسبة للفصل 315. بالنسبة للفصل 312 اللي هو أخف وأكثر تطبيق وتطبق في زمن الحجر الصحي حتى على العباد اللي ملتزموش معناه بمعناه البقاء في مساكنهم في الفترة هذه كان ذكرش الأولى في الموجة الأولى متاع الكورونا ولأنه يعاقب بالسجن 6 أشهر وبخطية 120 دينار كل من لا يلتزم بالتحجيرات والتدابير الوقائية المتخذة زمن معناها الوباء. وتعرفوا أن فيروس كورونا هو والكوفيد 19 هو وظيفة إلى قائمة معناها الأمراض السارية وفما قانون معناها يعنى بالأمراض السارية. كي نرجعوا لبقية العقوبات اللي جابها الفصل معناها بتاع مرسوم 17 أبريل 2020 يقول كل من يخالف الفصل 3 من المرسوم الفصل 3 كنت نحكي فيه وأنه في الصحة يمكنه اتخاذ القرارات الوقائية. قال كل من قال صح القرارات يأخذها وزير الصحة يعاونوا على تنفيذها وزير الداخلية ونجم حتى يستعينوا بالقوى العامة مثلا في إجبارية مثلا أنه المقاهي معناها توزع معناها باستعمال ليغوفلي أو أنه إذا كان باش يتم معناها حظر الجولان في بعض الأماكن كما شفنا في ولاية كابس فإنه في صورة عدم الالتزام ينجم وزير الداخلية ينجم يأخذ حتى الأذون معناها ينجم حتى يأخذ أذون يصدر أذون من النيابة العمومية العامة لفرض معناها القرارات هذه بالقوة العامة. أيوة دونك في صورة مخالفة القرارات هذه فإنه الفصل 3 وينجر عنه عقوبات ترد الفصل معناه بمرسوم 17 أبريل خطية مش كما ورد البارح معناه ممكن فما عدم معناه نقل أمين ولا فما غلطة عن طريق وزارة الصحة مش من كما قالوا من حد معناه من 100 إلى 3000 دينار لا هي خطايا مالية من 1000 إلى 5000 دينار هيك يقول المرسوم. يقول من لا يلتزم بالقرارات الوقائية فإنه خطايا مالية من 1000 إلى 5000 دينار وتضعف الخطية في صورة العود إذا كان لا ترفضوها يعاودوا. وقال راهو فما إمكانية في صورة نقل العدوى طب أنت اللي بشير تدي كمامة وما يلتزمش بارتداء الكمامة ياخذ خطية وفي صورة أنه يتسبب في نقل العدوى على وجه الخطأ بسبب التقصير هذايا وعدم معناه الاحترام القرار هذا فإنه مرسوم 17 أبريل يقول رأوا النجم انطبقوا الفصلين 217 و 225 اللي يحكيوا على إلحاق أضرار بدنية للغير عن غير قصد ولأن العقوبة السجنية هي عام سجن وقتية مالية. ولقدر الله إذا كان توفى شخص نتيجة عدم ارتداء الكمامة في مؤسسة عمومية نقلت له العدوى بسبب التقصير هذا فإنه السلوك الغير معناه القصد هذا أدى الوفاة فإنه العقوبة تولي عامين سجن من أجل القتل عن غير قصد. ضيف القانون على غير قصد على غير قصد طيب نجيو للعباد اللي عندهم تحاليل إيجابية وثبت أنهم حاملين الفيروس وما يلبسش الكمامة فإنه قانون الأمراض السارية يقول أراه كل من يتسبب بسلوكه العمدي في نقل الفيروس للغير فإنه عقوبات سجنية تكون من عام إلى 3 سنوات سجن. دونك هذم هما مجمل العقوبات الدرجنا فيهم من الخطايا وصولا إلى السجن حسب خطورة الفعل وحسب درجة القصد
معنا عند الشخص وعدم أخذ الاحتياط، فإن العقوبة تشدد إذا كان فما سلوك متعمد واستخفاف بالتدابير الوقائية، لأنه ينجم معنا ينقل الفيروس ونجم لقدر الله يصب في معنا موت أشخاص آخرين. هذا انطلاقا من عدم ارتداء الكمامة، إحنا ديما نقولوا لهنا، لأنه في, في 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 وقائع أخرى وإلا في في حادثة أخرى كما حكينا أنا آخر مرة زاد حكيت أنا وياك، توصل حتى إلى السجن مدى الحياة. معناها كي توصل أنا كنت أول ما كتبت في الجرائد وحتى مع الإذاعات قلت راهو فما بعض الوضعيات وفما معناها تصرفات إجرامية نجم توصل حتى نعتبره وضعي من قبل حتى العمل الإرهابي. وقت وقتاش وقت إجا تم ضبط أشخاص خطط أن تنقل العدوى هذه معناها للسلطة العمومية ولأعوان الأمن والغيره في طريقة خطره يعتبر فيروس وسلاح من الأسلحة ينجم يستعملوه حتى أصحاب المرض المريضة أصحاب القلوب المريضة لمعناه استهداف الأمنيين وغير. وقت ما نحكيه على مشروع إرهابي ما يقول لنا يطبق الإرهابي ينجم توصل العقوبات حتى للإعدام. دونك لنا بحسب درجة الخطورة الإجرامية والتفكير الإجرامي يتدرج المشرع في العقوبات. دونك بالنسبة للكمامات باش نلخصوا ونخوفوا زاد المواطنين راهو تقعد معناه هو إجراء وقائي تم اتخاذه في ظرفية معينة خوفا من انتشار فيروس كورونا. مبدئيا نتصور أنه باش يتم التعامل مع عدم حمل الكمامات بالخطايا المالية، لكن تبقى ديما راهو فما إشكاليات. تعرف أنت مدومة الزرقة مرصوص 17 أبريل 2020، بعد الإيقافات اللي صارت وكل تم تنقيح القانون ولا تلقيه 50 دينار، لكن الحقيقة تطبيقها فيها عديد الإشكاليات. الإشكاليات تطبيقها في شنو بالضبط؟ قال فسر لك، هو يقول لك القانون بالنسبة اللي بش يضبط شخص معناه ما يلتزمش بالحجر الصحي الإجباري وما يقعدش في الدار متاعه وغيره في الحجر الصحي الإجباري راهو فما عقوبة هي خطية 50 دينار. أنا نحكي وقتها كانوا الأشخاص يلزمهم يقعدوا في الديار متاعه الحجر الصحي الشامل في الحجر الصحي الشامل، وممكن ما نعرفوش ينجم ما أصابوها رحنا ودرجة الخطورة إن شاء الله ما نصورهاش، أما نجم نوصل معناها نتوقع أنه إذا كان بشتولي موجة كبيرة مع خريف وغيره ينجموا يرجعوا إلى حجر حظر الجوانب. الخمسين دينار ساعة أنت ما عندكش الآليات ساعة أو الحاجة لمراقبة كسسوا العبادة لا تخرج معناها العدد الكافي متاع الأعوان ولا كيف زادة لمراقبة الأشخاص أنا مو مش حاملين الكمامات قاعدين نشوفوا أحنا يندرى باش تحط معناها ويقول لك الأشخاص العاملين في المؤسسات هم عليهم تطبيق هذا القانون المراقبة. تعرف المواطن مش عباد ما يلتزموش، هل باش تلزمهم انت بالقوة باش يحط الكمامة؟ وإذا كان ما حط الكمامة كيفاش معناها بيكون التصرف؟ باش تقعد انت تهزه مثلا من فضاء تجاري ولا باش تطلب له الأمن باش يجي الغادي؟ أو فلوس كساعة هو يقول لك حتى في تطبيق الخطية هو يبعث له معناها كيطوس ولا معناها باش يعطيه كوبون باش يخلص في القبضة، وإذا كان معناها ما خلصش يبعثوا له استدعاء للمحكمة. هذا من كل راه مشكليات نجم أنا تمر مدة طويلة وما يخلص أنا فما نوع من الإحساس من الإفلات من العقاب في غياب وجود معناها منظومة لوجستية تخول أنه الشخص كما في الدول الأوروبية وغيره إذا كان يعمل مخالفة من المخالفات هذه فأنا صرت لا تستخلص الخطية ذيك من حسابه البنكي، لكن أنا من الرزوة ما عندناش الإمكانيات اللوجستية ولا النساء أنا راهو غيرش عظيمة هي نجم نستخلص بها عديد معناها الأموال. هي معناها إذا كان فما عظيمة عن خطايا تسقط مرور الزمن حتى في مخالفات المرور وغيره وتقعد الخطية تمشي وتجي والشخص يغير العنوان متاعه، لكن ما فماش عزيمة لمعنى ندخل فلوس لخزينة الدولة في نفس الوقت نحفظوا الأمن الصحي العام متاع المواطنين متاعه. وفي نفس الوقت يولي الهروب من العقاب بيشجع برشا على الناس على مواصلة المخالفة وطولي ثقافة يقول يقول ما فماش حتى معنى عقوبة في الله ولما تشوف انت لكونسيكونس لأنه وضع فيروس ستاك وقاعد ينتشر معنى بأعداد كبيرة ياسر دونك يلزم نخمه في الردع وفي كيفية إنفاذ القانون. راهو سهل نطلع قانون وتقول راهو خطايا وسجن لكن كيفية إنفاذ القانون هي صعبة صعبة ياسر. لازم معناها أول حاجة حق معناها أني كنت ننتظر أن يكون معناها عقوبة تتماشى وتتماهى مع درجة الخطورة لأنه عدم ارتداء الكمامة من المستحسن تكون الخطايا مالية ومش كما نفس درجة الخطورة الإجرامية مع شخص اللي يجي من دول أخرى
وما يلتزمش بالحجر الصحي الإجباري. صحيح. وزاد كيف ثم وضعية أخرى زاد سي فريد اللي هي حكاية كثرة الناس اللي محاولة الهروب من الحجر الصحي الإجباري يبدأ مصاب. صحيح. وهذا صار. زاد كيف ثم مثلا كما البارح وبرحة الأولى في منوبة تم التدخل بالقوة العامة لإجبار عائلات باش تقوم بالتحليل على خطر عندهم مشكون مصاب في العائلة. هذوما زاد كيف مش معناه مش المفروض أنه لازمنا قوانين خاصة بالحالات هذوما ولا يطبق عليهم القوانين الجديدة لأنه الوضعية كلها جديدة هي معناها ساعات القوة الحقيقة تعرض لجميع الحالات. وبالنسبة للوضعية اللي كنت تحكي فيها رأوا المرسوم قرر يمكن إجبارهم حتى بالقوة العامة وفي صورة عدم الالتزام فإنه يقع معناه إيقافهم ثم فضاءات مخصصة في مراكز إيقاف السجون لمثل هؤلاء. دونك لأن بالنسبة للوضعيات هذه موجود الحل ونطمنوا المواطنين رأوا المرسوم تعرض لها. لكن الكمامة في فما عديد العقوبات نتصور أنه معناها لو كان معناها تم اختيار في نفس صدور قرار في الرائد الرسمي خطية مالية تتماشى مع هو رأوا المواطن التونسي تحط له خطية مالية كبيرة رأوا يحسها أكثر من تحط له معناها السجن. دونك نور والمورو فما خطية مالية تستخلص فورا يشوفوا طريقة من الطرق أنه استخلاصها فورا مع السيد هذا وإذا كان ما يخلصهاش يولي فما سجن وقتها تكون معناها يكون الردع أحسن. أكيد صحيح. بطبيعة تو هو راو ثم برشا قوانين ربما يتم مراجعتهم في الأيامات الجاية إذا شافوا عدم الالتزام ربما وإلا إضافة بعض القوانين الجديدة إذا كان الأمور ما مشيتش بالقوانين اللي عنا هذه. في كل مرة بطبيعة احنا نتأقلم مع الوضع ونتأقلم مع المستجدات بخصوص الوباء هذا. شكرا لك سي فريد بن شحا على المداخلة هذه وعلى كل التوضيحات وعلى هالاستشارة بطبيعة القانونية اللي قدمتها لنا. يعطيك الصحة ونهارك زين سيدي. احنا